مشاهدينا الكرام، تعليقا على الموضوع ينضم الينا عبر الهاتف من غزه الصحفي والفلسطيني السيد ايمن دلول. اهلا بكم سيد ايمن. بدايه، يبدو ان تداعيات تصريحات رئيس وزراء الكيان الصهيوني لم تنتهي، فالقصف الصهيوني مستمر لغايه اللحظه لمناطق في القطاع، اضافه الى الاقتحامات التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفه. برايك الى اي مدى سيصل التصعيد الصهيوني؟ يعني الواضح بأن الانتخابات الصهيونية كلما اقتربت كثيرا قوات الاحتلال كعادتها، وهذا ما اعتدنا عليه خلال الجولات الماضية، الكثير من قادة الاحتلال يعتبرون بأن التصعيد صوب الفلسطينيين وإراقة دماء الفلسطينيين هي يعني السلم الذي يصعدون من خلاله لحصد أعلى النتائج في الانتخابات المختلفة التي تحدث داخل الكيان الصهيوني، وبالتالي متوقع جدا ان يتم التصعيد خلال الفتره التي تسبق الانتخابات الصهيونيه. وترتفع وتيره هذا التصعيد كلما اقتربنا اكثر من هذه الانتخابات، خاصه ونحن نتحدث بان نتنياهو بالاصل هذه الانتخابات هي انتخابات معاده نتيجه التقارب ما بين نتنياهو ويعني خصومه السياسيين في داخل الساحة الصهيونية. هل تعتقد أن المقاومة ستواصل استهداف الكيان الصهيوني بعد أن أجبرت رئيس الوزراء على قطع مؤتمره الصحفي في أسدود على إثر قصف المقاومة للمدينة؟ في الوضع الحالي لا شيء يمكن أن تخطر المقاومة الفلسطينية وكذلك الشعب الفلسطيني. الضفة الغربية المحتلة منتهكة بشكل واضح وكامل، وهذا ربما ما جعل نتنياهو يخرج ليهدد من الضفة الغربية المحتلة وبضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، وهو ربما التنسيق الأمني أدى إلى هذه القناعة لدى الاحتلال الصهيوني. لكن هنا في غزة أعتقد أن المسألة مختلفة تماما. المقاومة الفلسطينية لا يوجد لديها شيء تخسره، هنالك حصار صهيوني مشدد يفرض على المواطنين الفلسطينيين، هنالك معاناة تشتد وتتصاعد وتيرتها، هنالك عقوبات تفرضها السلطة الفلسطينية بحق المواطنين حالة يرتى لها بكل ما تحمل الكلمة من معنى، وبالتالي المواطن الفلسطيني بات يفضل الآن أن ينفجر في وجه الاحتلال الصهيوني الذي يحاصره ويحرم لقمة العيش اليومية، وهو ما يشكل حاضنة حقيقية ودافع قوي للمقاومة الفلسطينية، أمر تدركه المقاومة الفلسطينية جيدا، وربما ستتحرك المقاومة الفلسطينية بتناغم واضح مع الآراء الشعبية ومع هذا يقودنا إلى سؤال حول يعني التجاوب أو التناغم بين قضية المقاومة أو القتال المسلح وبين الرأي الشعبي. يعني قصف المقاومة جاء ردا على تعهدات نتنياهو بضم المزيد من الأراضي في الضفة، إلى أي مدى ترى أن خيار المقاومة في المواجهة يجد قبولا لدى الحاضنة الشعبية الفلسطينية؟ يعني في حال أعلنت غرفة عمليات المقاومة الفلسطينية بأنها ستوجه ضربات للعدو الصهيوني، واضح بأن المقاومة الفلسطينية ستنطلق من مبدأ أن الشارع الفلسطيني يوفر لها حاضنة دافئة وقوية، وهو ما يظهر ربما من خلال من يستطلع آراء المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها هنا في قطاع غزة. مع كل جولة تصعيد تحدث المواطن الفلسطيني يدفع ويضغط باتجاه أن تقوم المقاومة الفلسطينية بالتصعيد أكثر مع الاحتلال الصهيوني. كما قلنا لا يوجد شيء تخسر المقاومة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني هنا في قطاع غزة. لا يعتقد أحد من أهالي قطاع غزة بأنه يمكن أن يحدث أشد مما هم يعيشونه في هذه الأيام. على المستوى السياسي، إلى أي مدى يمكن الاستفادة من الإدانات الدولية والأممية لتصريحات نتنياهو بضم المزيد من الأراضي الفلسطينية؟ يعني مسألة الإدانات الدولية من غيرها، هذه المسألة لا ينظر لها كثيرا الشارع الفلسطيني هنا في الأراضي الفلسطينية، خاصة ونحن نتحدث عن أن الإدانات كثيرا ما كانت تحدث، لكنها بالمجمل المواطن يهمه النتائج، النتائج بأن كل من يقوم بإدانة أفعال نتنياهو لا يقوم بالتحرك لإجباره على الأرض وفي الميدان للتوقف عن المماراسات التي تجري على مدار الساعة بحق الفلسطينيين. من غزة الصحفي والفلسطيني السيد أيمن دلول، شكرا جزيلا لك.